السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الذكاء الاصطناعي هيغير إدارة المشاريع وهيأثر فيها؟ خلي بالنا ان في 35% فقط من المشاريع اللي هي بتكتمل بنجاح، يعني بتلتزم بالوقت وبتلتزم بالكفاءة وبتلتزم بالميزانية. فالمعدل دوت هو يعني معدل مخيب للآمال، ومن ضمن اسبابه المستوى المنخفض لنضج التقنيات المتاحة لإدارة المشاريع. فبالذكاء الاصطناعي الكلام ده هيتغير قريب. في دلوقتي ادوات بتقدر تخلي بضغطه زر تقدر تعرف حاله كل مشروع والنسبه المئويه لحقيقه كل مشروع ومخططات المشاريع ومشروعات الاداء الرئيسي في ثواني. فده بيخلي المدير ينتبه ويخلي روح المعنويه للفريق افضل، وننتبه لو في اي مشكله نقدر ان احنا نوجد لها حلول. الموضوع طبعا مهم جدا، لان في كل عام بيتم استثمار تقريبا 48 تريليون دولار في المشاريع، لكن زي ما قلنا 35% فقط من المشاريع هي اللي بتعتبر ناجحه، والمواد المهدره واللي محققتش الفوائد بتاعتها في حدود 65%، فالرقم كبير جدا. لو قلنا ان احنا طبقنا الذكاء الاصطناعي والابتكارات الجديده وقدرنا ان احنا نحسن مستوى نجاح المشاريع بنسبه الربع 25% فقط، فده تقريبا تريليونات الدولارات من القيمة والفوائد للشركة. والابحاث العلمية بتقول ان التغيير ده هيكون قريب جدا، وانه على سنة 2030 هيكون تقريبا 80% من مهام ادارة المشاريع بتتم من خلال الذكاء الاصطناعي بدعم من البيانات الضخمة البيج داتا والتعلم الالي اللي هو ماشين ليرنينج وناتشرال لانجويج بروسيسنج، معالجة اللغة الطبيعية. طيب ايه اللي ممكن يتأثر في إدارة المشاريع من خلال الذكاء الصناعي؟ أول حاجة اختيار أفضل وتحديد الأولويات، دي من الحاجات المهمة جدا في إدارة المشاريع، إن هيكون في تنبؤ بالحاجات اللي هتحقق فايدة أكتر. وطبعا ده بيحتاج إن تكون البيانات أصلا صحيحة، يعني الموضوع جزئين، جزء المعالجة للبيانات أو التعلم الآلي، والجزء التاني إن البيانات تكون صح، البيانات اللي أنا بدخلها للذكاء الصناعي تكون مظبوطة. التعلم الآلي بقى هيبدأ يكتشف الأنماط اللي ممكن الإنسان ما يقدرش يكتشفها، لأن هي عندنا معلومات كتيرة جدا. تخيل مثلا لو بنتكلم على مليار مستخدم أو مليار عملية، فصعب إن أنت تكتشف النمط اللي موجود إلا بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق. وطبعا ده هيخلي فيه دقة أكبر من الدقة البشرية في تحديد التنبؤات، يبقى في تنبؤات باللي هيحصل، في استنتاج ايه اللي هيحصل في المستقبل. فمن خلال كده هيبقى في تحديد للاولويات، هنحدد انهي مشروع اللي نبدا بيه، انهي مشروع اللي ليه الاولويه، هل مثلا نعمل عاصمه اداريه جديده ولا نعمل مثلا مصانع. تمام، المصنع نفسه ممكن يساعدك بعد كده ان انت تعمل عاصمه اداريه جديده، ان انت مثلا بقى في مصنع الاسمنت، مصنع الحديد، مصنع المواد الخام، مصنع الازاز، مصنع للادوات التكييف، للصاج، الضغطات، الفاير فايتنج، الحاجات دي كلها بتعمل مناطق صناعيه. ده هيخليك تعمل مدن صناعيه او مدن يعني عاصمه، عواصم اداريه لو انت عايز، بفلوس اقل بكتير لان انت مش بتستورد الحاجات دي من بره. فنقدر من خلال الذكاء الاصطناعي نختار المشاريع اللي ليها فرص نجاح اكبر وتحقق اعلى فائده، ونقدر نشيل التحيزات البشرية من اتخاذ القرار. طبعا احنا بنتكلم ان مش هنلغي البشر، لكن البشر يستعينوا بالذكاء الاصطناعي على اساس يعمل دراسة جدوى مظبوطة بعيد عن التحيز وبعيد عن المشروع ده الناس هتسقف له ولا مش هتسقف له، لا هو بيبدأ يشوف انهي مشروع اللي البلد محتاجاه. طيب ايه النقطة التانية اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يفيد فيها ادارة المشاريع؟ يعمل دعم لمكتب ادارة المشاريع، بحيث ان مكتب اداره المشاريع اللي هو البي ام او يقدر ياخد القرارات بشكل احسن وقرارات تكون افضل. حتى رئيس فرنسا استخدم التقنيات ديت عشان يبقى فيه معلومات محدثه حوالين كل مشروع فرنسي في القطاع العام. فمن خلال كده نقدر نعمل مراقبه لافضل تقدم في المشاريع، شايفين كل المشروع بيتقدم ازاي، نقدر نستنتج ونتوقع المشاكل قبل ما تحصل ونعالج بعض المشاكل تلقائيا، ونعمل اعداد وتوزيع التقارير المشاريع زي ما شفنا شات جي بي تي بيعمل التقارير بشكل افضل.
يبقى في مراقبه للامتثال للعمليات والسياسات، ويبقى في عمليه اتمته من خلال الذكاء الاصطناعي. يبقى في اتمته لوظائف الدعم، زي يبقى في تقييم المخاطر وتحليل للكي هولدر. طيب ممكن ايه النقطه الثالثه اللي فدنا فيها الذكاء الاصطناعي؟ ان هو يعرف لنا ايه هو المشروع بشكل افضل، التخطيط، التقارير بتكون بشكل محسن، فيبقى عندنا درايه بكل مشروع، ايه التفاصيل، ايه اللي هتعمل فيه. ممكن مثلا ممكن المشروع يكون مثلا احنا نعمل حديقه مثلا، فيقول لك لا، في لازم يبقى في طرق مثلا للمشي، في طرق للدراجات، في طرق وهكذا. فيبقى عندنا تعريف بان المشروع ده هيتعمل ازاي بشكل ادق، والحاجات دي بدل ما كانت الحاجات اللي هي بتاخد وقت مانوال، لا هو يقدر يعملها ويسيب لك انت الحاجات اللي فيها ابداع، يبقى فيها تطور، فيها يعني خلاص بدل ما انت بتعمل حاجات مملة، لا هو يعمل لك حاجات مملة ويفضيك انت ان انت تتطور في المشروع بتاعك. فنقدر نعمل تحسين للسكوب او النطاق بتاع المشروع من خلال احنا نعمل اتمتة للقصص النجاح للخبرات السابقة، ومن خلال كده نقدر نكتشف المشاكل المحتملة، زي ان يكون في جزء مش متعرف بشكل حلو، جزء غامض، جزء في تناقضات، في تعقيدات، يبدأ ان هو يحلها لنا. فالتقارير الآلية اللي هي بتاخد وقت، ويعني ابسط حاجة مثلا التمشيط مثلا، هو يقدر يعملها لك بشكل قوي جدا ويوفر لك الوقت الممل اللي انت بتعمله. كان في مرة مطلوب مننا نعمل تقريبا 3 تايم شيت كل يوم، كل يوم يوميا لازم نعمل 3 تايم شيت لأطراف مختلفة في الشركة. طيب ممكن ايه تاني؟ ممكن يبقى عندنا سكرتير افتراضي، شات جي بي تي بقى السكرتير بتاعك، يقدر يساعدك في عمل تقارير، يقدر يساعدك في إدارة المشروع، يقدر يساعدك في ان هو موجود معاك في الاجتماع فيسجل لك كل حاجة ويقول لك أهم النقط وهكذا. ففي فعلا كذا حاجة ممكن هتلاقي على القناة بما ريبي، كنا اتكلمنا عن تولز كتيرة تقدر توفر عليك الوقت والجهد. يعني على سبيل المثال ممكن الذكاء الاصطناعي تقول له مثلا احنا عندنا مهمة معينة، ان احنا مثلا عايزين نجدد سور الجنينة مثلا، فيقول لك والله التاسكات هتبقى 1 2 3 4، فتقول له احنا هنعملها خلال اسبوع، يقول لك لا والله استنادا للتقارير اللي فاتت انا شفتها كلها، فلا الراجل ده عشان يعملها يحتاج اسبوعين. تمام، فبدا ان هو يساعدك ويوفر لك وقت، كانك يعني وظفت سكرتير عندك يعمل لك الموضوع دوت. يقدر يساعدنا في اخر المشروع، ان احنا مثلا في اختبارات معينه يقدر ان هو يساعدنا فيها، ان هو يوفر لنا امكانيه ان احنا نتاكد من المشروع بتاعنا مطابق للمواصفات ولا لا. وده حصل فعلا، يعني في مشروع في المملكه المتحده كان في خط سكه حديد معقد وفي تفاصيل في البنيه التحتيه وحاجات كتير جدا، فلذلك كان لازم يكون في اختبارات صارمه لكل حاجه، فاستعانوا بالذكاء الاصطناعي والاتمته بحيث ان هم يوفروا وقت كتير جدا للعمليات كانت معقده جدا. فبقى في حاجه اسمها الكشف المبكر عن العيوب وتصليح ذاتي، فده بيقلل الوقت ويقلل الجهد. طيب الكلام ده بيشكل خطر على مدير المشاريع؟ يعني لا، لان هو هيساعدك كتير، لكن اللي هو مش هيطور نفسه ومش عارف يستعين بالذكاء الاصطناعي هيكون الاداء بتاعه محدود، انما اللي هيقدر يستعين بالاداء دوت هيقدر ان هو يسيطر على المشروع، ويقدر ان هو يحسن الاداء، ويقدر ان هو يزود القدرات والمهارات الشخصيه والقدرات القياديه والتفكير الاستراتيجي. انت الحاجات اللي هي تقدر تفوضها للذكاء الاصطناعي فوضها، خد القاعده دي عني كده، لو هتقدر تفوض حاجه للذكاء الاصطناعي لازم تفوضها، ما ينفعش ان انت تقوم بيها. وفي يعني جامعات، وفي نورث ايسترن مثلا، جامعه نورث ايسترن بدات تدمج الذكاء الاصطناعي في المنهج بتاع الاداره، بيعلم مدير المشروع ازاي يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يأتمت مجموعه البيانات ويحسنها ويحسن قيمه الاستثمار من المشروع. فالخلاصه تطبيق الذكاء الاصطناعي في اداره المشاريع هيحقق لنا فوائد ضخمه وفوائد كبيره، مش بس مجرد اتمته المهام الاداريه والمهام ذات القيمه المنخفضه، لا ده هيساعدك كتير جدا في تنظيم الشغل بتاعك وتنظيم الاولويات بتاعتك، وهيفيد مدير المشروع ان هو يستخدمه بشكل كويس. فنبدا بقى ان شاء الله، واتمنى اسمع رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا شير ان شاء الله. شكرا.